طبعا احنا اليوم نتذكر هذا الشهيد البطل الذي قتل غدرا، ونتذكر جميع شهدائنا وكل هذه التضحيات من شعب البحرين. عندنا سجناء، عندنا جرحى محتاجين دعائكم. اهالي البحرين طبعا الكل قدم، اليوم ما في بيت في البحرين الا ما في عائله اصلا الا وعندهم يا شهداء يا جرحى يا مطاردين يا مسجونين او مفصولين. فكل تضحيات هذا الشعب من اجل قضيه. اما بالنسبه للشهاده فهذه فخر، واحنا الله اكرمنا بهذه الشهداء فخر. الانسان اكو حقيقه قدامه، كل شخص عارف نهايته انه بيموت، بس موتة الشهيد ومظلوم ومن أجل قضية وطن ودين ودفاعا عن عرضه وكرامته ودينه شيء لا يوصف حقيقة. ومو كل واحد يتوفق إلى الشهادة، أنا أحكيكم بكل صراحة. يعني معظم الشهداء اللي إحنا الآن نتبحث عن سيرتهم وسلوكهم، من طبعا احنا ما ناخذ الكلام من جانب واحد، من جانب الاسره ان ولدنا كذي وزين ومو زين، لا، اهالي المنطقه هم ادرى. يعني اليوم احنا اذا بنشغل عن الشهيد علي نعمه نسال اهالي المنطقه شنو كانت سيره هذا الولد، طبعا هم ادرى فيه. كل الشهداء مال البحرين اللي قدموا والله اختارهم شهداء، واحنا ما في خوف. يعني شهدائنا لوين رايحين واحنا على طريق حق، والانسان مثل ما قلت لكم نهايته الموت، يموت بعزه وبكرامه ومن اجل قضيه شعب. دائما شعب البحرين يتذكر الشهداء. اليوم احنا ما ننادي الشهيد ترى باسمه واسم ابوه، شهيد البحرين. وكنا نتمنى كل هذه الشهداء يكونون في مقبره جماعيه، على اساس يكون شعب البحرين يكون عنده الفرصه. يعني كل اسبوع اكو معروف المكان، التنقل من منطقه لاخرى صراحه يعني شويه الناس عندهم مشاغل وغيره، بس ما زالت الناس تتذكركم، وما زالت الناس تقرا اليهم الفواتح، وما زالت الناس دائما ويا عوائل الشهداء. وأنا أنقل لكم رسائل من كثير من يتصلون بنا في برا، يدعون إليكم يا شعب البحرين، يدعون إلى آباء الشهداء، يدعون إلى المظلومين بالسجون، يعني من أماكن المقدسة زوار اللي راحوا كلهم يطلبون إليكم بالفرج. وإن شاء الله النصر قريب، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى أكرم وألطف وأرحم على شعب البحرين المظلوم. لن ينسى، لن ينسى هذا الشعب. وحقيقة أنا أقول لكم فعلا الله سبحانه وتعالى كل ضيقة إليها فرج، والمظلوم دائما هو في الخوف، الشعب مو في الخوف. الظالم، الظالم يومه يوم، يحسب بالدقائق، ما زال الساعة آتية وقادمة على كل ظالم، كل ظالم، كل الظلماء اللي مشوا في التاريخ نهايتهم معروفة، تفرق نهايتهم ذل وخز وعار، هذه نهاية الظالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.